L'objectif était 36 000. Nous sommes en train de réaliser qu'on va aller plutôt vers 50 000 personnes qui vont être accompagnées. إذن هذا اللقاء اليوم كان حول اختتام حملة أيدونت اللي اطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراكة مع عدد من الشركاء، المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، سفارة كندا وهيئة الأمم المتحدة، إذن وعدد من الشركاء. فهاد الحملة ديال أيدونت هي أننا نرفض تزويج القاصر ونرفض أن يكون يعني أن نرفض هذه الظاهرة في بلادنا. فالمداخلة ديالي كانت حول أولا تقديم المجهودات المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله للنهوض بوضعية الطفل والأطفال بجميع جهات المملكة. والحمد لله تنشوفوا في السنوات الأخيرة بدأت هذه الظاهرة كتنقص في بلادنا، ولكن مازال كاين هناك عدد من الطفلات التي يتم تزويجهن خاصة خارج إطار طلب الترخيص. فلهذا يعني الحكومة المغربية هي منخرطة بقوة في محاربة ظاهرة تزويج القاصر، وكان هذا المحور أساسي في الخطة الحكومية الثالثة 2023-2026 اللي تم تقديمها خلال شهر مارس تحت رئاسة رئيس الحكومة. فجميع القطاعات تتساهم في النهوض بالمساواة والسعي نحو المنصفة بالنسبة للمرأة المغربية وبعدد من المحاور بما فيها بلورس واحد المنظومه ديال الحمايه بالنسبه للنساء والفتيات، خاصه التكفل بالنساء ضحايا العنف، خاصه التحسيس حول تزويج القاصر. ونبغي نشير ايضا المجهودات المهمه اللي كتقوم بها بلادنا في اطار ايضا اعلان مراكش 2020 اللي كتراسه سمو الاميره الجليله لاله مريم، واللي فيه عدد من الشركاء، واللي تم اطلاق ايضا الخطه الوطنيه لمحاربه تزويج القاصر. فاذا في اطار الالتقائيه ما بين الشركاء الفاعلين الوطنيين والدوليين غادي نشتغلوا جميع لمحاربه هذه الظاهره والقضاء عليها ان شاء الله. فيدراليه رابطه حقوق النساء شاركت في هذه الحمله اي دونت او لا اقبل تزويج الطفلات اللي نظمها صندوق الامم المتحده للسكان، اللي هي في الحقيقه حمله توعويه وتعبويه من اجل القضاء على تزويج الطفلات. فيدراليه رابطه حقوق النساء اشتغلنا في الحقيقه منذ زمن على المرافعه من اجل القضاء على تزويج الطفلات من خلال المطالبة بالتغيير التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة. وكنقولوا بأنه مكان الطفلات هو المدارس، مقاعد المدارس والتحصيل العلمي والتمكين ديال الفتيات باش أنهم يكونوا نساء المستقبل، يكونوا مواطنات اللي يخدموا بلادهم. وكذلك يعني هي حملة، وكذلك فيدرالية رابطة حقوق النساء من خلال الحملات ديالها دائما كننبهوا الاثار المدمره لتزويج الطفلات على سواء صحه الفتيات، سواء على الاقتصاد ديال البلاد، سواء على المجتمع ككل. يعني تزويج الطفلات عنده اثار وخيمه واثار سلبيه على الفتيات وعلى المجتمع. اللقاء اللي كينظمه صندوق الامم المتحده للسكان اليوم بشراكة مع المكتبة الوطنية هو لقاء اللي كيجي في إطار يعني الاحتفاء بحملة أيدونت. حملة أيدونت هي حملة لمناهضة زواج القاصرات، وهي حملة اللي ابتدأت منذ السنة الفارطة، واللي من خلال هذه الحملة تم يعني هناك مشاركة ديال العديد من الفعاليات من رجال السياسة والصحفيين وكذلك الفنانين لإعطاء يعني رأيهم في هذه الإشكالية ديال زواج القاصرات من خلال المعرض اللي كنظموه اليوم واللي هو عبارة عن بوسترات. أشارك في الحملة التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل إلغاء زواج القاصرات، باعتبار أن هذا الموضوع من بين يعني الاهتمامات الأساسية لجمعيتنا، لجمعية اتحاد العمل النسائي، وطالبنا منذ صدور المدونة إلى اليوم من خلال العديد من يعني اللقاءات وكذلك العديد من الندوات والترافع في إطار ترافعنا
من أجل الحد من زواج القاصرات وإلغائه كلية من قانون مدونة الأسرة، باعتبار أن الاستثناء الذي أباحته مدونة الأسرة أصبح قاعدة عامة. وهناك إذا تبعت العديد من الإحصاءات التي الإحصاءات الرسمية تبين أن هذه الظاهرة أصبحت متفشية، وهذا يضر بمصلحة الطفولة المغربية.